نفس برنامج التطوير في إقليم برشيد. خوتي الفلاحة، خواتاتي الفلاحات، هذا النهار هذا بغيت نهضر لكم على فيروس كورونا أو كوفيد 19. هذا الفيروس المستجد تظهر في أواخر شهر ديسمبر في مدينة ووهان بالصين. هذا الفيروس هذا اللي حتى الساعة اللي مازال ما لقيناش ليه الدواء، مازال ما لقاوش ليه العلاج. فأحسن حاجة باش نقيو راسنا ونقيو عائلتنا ووليداتنا هو الوقاية، يعني نغسلو يدينا بزاف ديال المرات في النهار، نحاولوا ما أمكن نبعدوا من الناس، على الأقل نخليو مترو بيننا وبين الأشخاص الآخرين، باش حتى إلا كنا مرض ما نعديوش الناس، وإلا كانوا الناس مرض ما يعديوناش، باش نحدو من الانتشار ديال هاد الوباء هذا. وعاودي إلا ما كانش عندنا علاش نخرجوا، الله يعطيكم الستر، نجلسوا في ديورنا باش ما نخليوش الفيروس ينتشر بزاف. لحد الساعة راه في المغرب وصلنا ل 39 حالة، يعني وهذا الشيء هذا مازال غادي زعما وكينتشر كثر، والعدد غادي وكيكثر. جوج الحالات توفاو، الله يرحمهم. داكشي علاش كنطلبوا منكم خوتي الفلاحة، خواتاتي الفلاحات، كنتو مهنيين أولا أي زعما كيفما كان الدومين ديالكم، نحاولوا نكونوا كاملين واعيين ويد في يد باش نحدوا من هذا انتشار هذا الوباء هذا. الله يخليكم، الوقاية، النظافة، نجلسوا في ديورنا، الله يعطيكم الستر. شكرا.